على وقع التحركات في الشوارع التي اشتعلت صباحا بفعل الظروف المعيشية الخانقة، استهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته بعد عودته من إيطاليا بزيارة عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعه في أجواء زيارته روما ولقائه الحبر الأعظم البابا فرانسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي الاجتماع ناقش الرئيسان بري وميقاتي العقدة الحكومية وإمكانية تجزئة الحل على أن تحمل الأيام المقبلة أجوبة حاسمة، علما أنه لم تصدر أي إشارة عن اللقاء إلى احتمال توجيه دعوة لحضور جلسة لمجلس الوزراء في القريب العاجل، وإنما اللقاء اليوم استكمال للقاء الثلاثي الذي عقد عقب احتفال عيد الاستقلال في وزارة الدفاع. وأفادت معلومات الجديد بأن ثمة إيجابيات طرحها ميقاتي وبري يمكن البناء عليها لتفعيل العمل الحكومي بالرغم من التصعيد الملحوظ في الخطاب السياسي الداخلي مؤخرا، والذي يعرقل أي مخرج حكومي بانتظار عودة رئيس الجمهورية من قطر واستطلاع موقف الأطراف السياسية اللبنانية، تبقى الصيغة المطروحة قيد التشاور. وبعد اللقاء غادر الرئيس ميقاتي من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول إن شاء الله خير. كيف كان اللقاء؟ بدوره زار النائب طلال أرسلان الرئيس بري، يرافقه النائب صالح الغريب، حيث كان عرض لملف مكب الناعمة مع رئيس المجلس نظرا إلى الوضع الخطر في المنطقة، كما تم بحث الملف الحكومي وعودة اجتماعات مجلس الوزراء. أول شيء الرئيس ميقاتي شاطر شاطر وبيعرف كيف يدور زوايا، ما عندي جو أنه ظهر مش مرتاح، ما عندي هذا الجو. والرئيس بري طرح أكثر من حل ممكن أن يقارب هذه الحلول بشكل جدي وبشكل أن يخرجنا من هذه الحلقة المفرغة اللي صرنا وقت فيها. وهذه الأمر المبادرة القائم فيها الرئيس بري هي مبادرة متكاملة، أنا رأيي بتحل كثير من الأمور إذا تم التعاطي معها بإيجابية. وخلال اللقاء أكد أرسلان إلى ضرورة الالتفات إلى هموم المواطنين الصحية والاجتماعية والتي فاقت قدرتهم على الاستمرار.